لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته كلامنا في يعني فقه الحدود، وكنا تكلمنا في حد السرقة، في شروط حد السرقة حتى يقام الحد، حتى وصلنا إلى الشرط السادس وهو انتفاء الشبهة. ذكرنا من الشروط أن يكون المسروق مالا، كون السارق مكلفا مختارا، وكون المسروق مالا وأن يكون هذا المال محرزا وغير ذلك من الشروط. بينا أن الحرز يعني يرد فيه إلى العرف لأنه لم يرد تحديده شرعا، وما لم يرد تحديده شرعا فيرجع في تحديده إلى العرف وما يتصل بذلك بالتفصيل. وحتى وصلنا إلى الشرط السادس وانتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة، إحنا قلنا إن القاعدة عندنا في الحدود كلها أن الحد يدرأ بالشبهة، يدفع بالشبهة. تروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، كما رواه الترمذي وحديث ضعيف، ولكن معناه القاعدة موجودة. تبه معي، فالحدود تدرأ بالشبهات. طيب إيه بقى الشبهة اللي ينبغي أن تنتفي هنا أو يدرأ بها الحد هنا؟ ذكر أنواع لهذه الشبهات، منها فلا قطع بسرقته، بسرقة أن يسرق يعني من مال فروعه وأصوله وزوجه. انتبهوا معي، الفروع اللي هم الأبناء وما نزل، والأصول الأباء وما علا. الأصول أصل الإنسان أباؤه وما علا، ماشي، أبوه وأمه، جده من أبيه، جده من أمه، جد جدي، وهكذا. فالأصول هي أباؤه وما علا، والفروع أبناؤه وما نزل. إن سرق مالا مال أبيه أو مال جدي أو مال أمي أو مال جد من أمي فلا قطع لوجود الشبهة. الشبهة هنا قوية، ماشي، الشبهة هنا إيه؟ قوية. خد من مال ابني، الحديث موجود، أنت ومالك ليه؟ لأبيك. ولحديث النبي إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وأن أولادكم من كسبكم، الحديث صحيح، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وأن أولادكم من إيه؟ من كسبكم. فالإنسان بيتبسط في مال والده وولده، طب في شبهة موجودة، ماشي، فلا يقطع هنا، ماشي، لا يقطع، لأن نفقت في الحقيقة لو كان محتاجا فنفقت كل منهما بتجب على الآخر. الابن إذا كان فقيرا معدما عاجزا عن الكسب نفقة، وأبوه قادر على النفقة، تلزم نفقته أباه، والأب إن كان فقيرا عاجزا عن الكسب تلزم نفقته ولده. طيب، وكذلك الزوج والزوجة، ماشي، لو سرق أحد الزوجين من مال الآخر ففي شبهة، لأن كل منهما يتبسط في مال الآخر. وإن كان بعض الفقهاء يعني ذكر تفصيلا ما في مال الزوج والزوجة، وقال إن كانت مال كل منهما منفصل عن الآخر وكل منهم يضع ماله في مكان غير مكان الآخر ويقيم في مكان لا يقيم وهكذا، يعني في انفصال بين المالين، فبعض الفقهاء ذهب إلى القطع، ولكن هذا مرجوح، والراجح أن الشبهة قائمة، والقول من ذهب إلى أن سرقة الزوجة من مال زوجها لا تستوجب قطعا، أو الزوج من مال زوجته لا يستوجب قطعا لوجود الشبهة، لوجود الإيه؟ الشبهة. طيب، قوله ولا بسرقته من مال له فيه شرك، ولا إن سرق مال، المال ده في شراكة، طبعا لا يجوز هذا، احنا ما اختلفناش في لا يجوز، وقد يعذر القاضي في بعض الحالات، لكن انتبه معي، احنا بنتكلم في إقامة الحد، والشروط اللي بنذكرها يا جماعه تفصيل، بنتكلم في الشروط التي اذا ما توفرت استوجبت إقامة الحد، فانتبه معي. فاحنا بنقول اهو، ماشي، كذلك لو سرق من مال، هذا المال له فيه شراكة، هو شريك،
وله في هذا المال شراكة، ماشي، ففي شراكة، فالمال ده مشترك بينه وبين غيره، لا تقطع اليد وإنما يعزر، لأنه لا ينبغي أن يأخذ من المال بغير إذن شريكه، وفعل فعلا لا يجوز، ماشي، لكن لا يقام الحد لوجود الإيه؟ لوجود الشبهة، لوجود الشبهة. طيب كذلك بيقول أو لأحد ممن ذكر، يعني إيه؟ خدت بالك؟ أي إذا سرق أحد من مال فيه شراكة لأبيه، ذكر يعني أبوه ولا شريك، أبوه مشارك أحدا في مال، فسرق من هذا المال، أو أمه لا في شراكة، أو زوجه أو زوجها له في شراكة، فسرق من هذا الإيه؟ المال اللي فيه شراكة، إيه الحكم؟ مش هو اللي شريك هنا، إنما اللي شريك أصوله أو فروعه أو زوجه، ما الحكم؟ يقول أيضا لا يقطع لوجود الإيه؟ لوجود الإيه؟ الإيه؟ الشبهة، لوجود الإيه؟ الشبهة، انتبه معي. فانتبه، فأنا بقول لك والله بعض الفقهاء بيقول لك بقى إن ده يعني إيه؟ إن الفقهاء توسعوا بهذا الوضع في انتفاء الشبهة، ماشي كده؟ لأنهم يريدون بذلك، البعض الفقهاء بيعترض على هذا ويقول البعض بيعترض، ولك هذا توسع في موضوع الشبهة، وإنما الشبهة لابد أن تكون قوية، أما إن كانت ضعيفة فلا ينبغي أن يلتفت لها، فلا ينبغي أن يلتفت لها. ولذلك بقول لك إن التوسع هذا في وضع الشبهات أدى إلى قلة تطبيق الحد، ده في البلاد اللي بيطبق فيها الحد في الوضع المعاصر زي السعودية مثلا، فالتوسع في باب الشبهات ده أدى إلى قلة تطبيق الحد، انتبه معي. فقال لك ده توسع، إنما المطلوب قال لك إن إيه؟ إن الشبهة تكون قوية حتى تسقط الحد، أما الشبهات الضعيفة فلا ينبغي أن تسقط الإيه؟ الحد، انتبه معي، فلا ينبغي أن تسقط، ماشي، الحد، ماشي يا جماعة. مسألة التوسع إنك أنت الشراكة، طب ماشي، مال أبيه أو شراكته هو، لكن شراكة أبيه أو شراكة خبالك أمي أو أحد الأصول الأعلى أو الأصول الفروع الأدنى أو شراكة، قال لك ده كده توسع في باب الإيه؟ في هذا الباب، ولابد أن تكون الشبهة قوية، وإلا فلو توسعنا بهذه الصورة فلن يقام الإيه؟ فلن يقام الإيه؟ الحد، ماشي يا جماعة؟ بعد كده عندنا يا جماعة مسألة السرقة من بيت المال، ماشي، من بيت المال هل توجب القطع؟ واحد سرق من بيت المال، مال عام أهو، هل توجب القطع؟ الجواب لا، لا تقطع يد من سرق من بيت المال، ده على قول جمهور الفقهاء. ليه؟ لأن لكل مسلم حق في بيت المال، فهذه شبهة قوية في عدم القطع، يضرع الحد لكن يعذر، لكنه يعذر تعزيرا يناسب فعله، يعذر تعزيرا يناسب فعله، نسب هذا الايه؟ الجرم. واضح يا جماعه؟ طيب يبقى احنا عندنا الشرط الثالث الذي ينبغي ان يتوفر حتى تقطع اليد ويقام الحد، انتفاء الشبهه، انتفاء الايه؟ الشبهه، اذ الحدود تدرى بالشبهات. طيب بعد كده الشرط السابع، ماشي، ثبوت السرقه، ثبوت قص على المال العام هيبقى يعذر تعزيرا او يعاقب عقوبه تناسب جرمه، لكن قطع يده سيضرع كحد. طيب عندنا بعد كده ثبوت السرقه، ماشي. طبعا ثبوت السرقه يا جماعه زي ما احنا ذكرنا في كل الحدود بتثبت بطريقتين، زي ما احنا اتكلمنا في كل الحدود قلنا بتثبت بايه؟ بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هي البينة، اللي هي شهود عدلين، يعني شهادة عدلين، ماشي يا جماعة؟ خبالك بوجود البينة، بينة أن يشهد عدلاني خبالك على أن هذا قد سرق الإيه؟ هذا المال، ويصفان كيفية السرقة، كيف سرق؟ وكيف أخذ المال؟ إلى آخره، ماشي يا إخوانا؟ طيب، فعندنا الإيه؟ الثاني، الاول البينه، وده في كل ايه؟ وده في كل وسائل الاثبات في كل الحدود عندنا البينه. الثاني الايه؟ ماشي، الايه؟ الاقرار،
ماشي. التاني الايه؟ الاقرار. ماشي يا جماعه. طبعا بقول هنا، بقول لك ان البينه لا تسمع قبل الدعوه، يعني شهاده الشاهدين لا تسمع، لا تقبل قبل ان يذهب الايه المسروق منه فيقيم دعوه. ماشي، يقيم ايه؟ دعوه. او اخبرك انت ازاي لابد، او من يقوم مقامه الوكيل الذي يوكله يقيم ايه؟ دعوه. ماشي. وده هيجي طبعا دلوقتي في تفصيل الامر في مطالبه المسروق منه بماله، هل ده شرط في اقامه الحج ام لا؟ سياتي في الشرط الثامن الان، والراجح انه ليس شرطا. ماشي، كما سياتي تفصيل ذلك بعد قليل باذن الله تبارك وتعالى. يبقى انا عندي الوسيله الاولى من وسائل اثبات الحج الايه؟ البينه. ايه البينه؟ الشاهدان العدلان. طيب هل يسمع اخبرك يقبل او تقبل الشهاده؟ ماشي يا جماعه، مساله ان احنا قلنا السرقه من المال العام او بيت المال وما يقوم مقام المال العام سيؤدي الى، لا احنا بنتكلم ان ايه؟ انه هيعذر تعزيرا يناسب جرمه، وهذا التعزير مش هيمنع ان يرد المال، فهو يجب عليه ان يرد المال الذي سرقه. طيب ثم يعذر تعزيرا يناسب جرمه، فالامر ليس سهلا، يعني ايه؟ مش هيبقى واضح. طيب بعد كده عندنا يا جماعه الاقرار. الاقرار ان احنا ان هو يقر انه ايه سرق هذا الايه المال. الحنابله بيذهبون او يشترطوا عندهم ان، ودي من مفردات المذهب، ان لابد من الاقرار مرتين، لابد من الاقرار ايه مرتين، ان يقر مرتين ان انا سرق تاكيدا للاقرار، وبيستندون الى حديث إيه ضعيف، حديث ايه ضعيف. القول الثاني انه يكفي الاقرار مره واحده، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، وهو ما ذهب اليه جمهور الحنفيه والمالكيه والشافعيه. ماشي يا اخوانا؟ ليه؟ لان ده انا ما عنديش دليل صحيح يوجب ان يتكرر الاقرار. الاقرار فاذا ما اقر وهو سليم العقل، بلك ليس في ليس مختارا، ليس مكرها، الى اخر شروط الاقرار التي ذكرناها حينما تكلمنا عن الاقرار بالتفصيل في حد الزنا والقذف. فاذا ما استوفيت شروط الاقرار واقر وهو عاقلا وبالغا مختارا ولا اي شيء شبهه تمنع من قبول الاقرار، فخلاص الاقرار مره واحده يكفي. الاقرار مره واحده يكفي. ماشي، تحت راسه واحد خد الايه؟ طبعا ده حرز، ده حرز في العرف، هذا حرز لانه تحت الراس او العمامه على الراس او ما يوضع تحت هكذا، ده حرز، او النعلين في النعلان في القدمين او الثياب، ده حرز عرفا. فهنا هو وضع رداءه تحت راسه فنام، فحضره واخد الايه؟ فجاء ايه؟ بسارقه، هو امسك هذا السارق وجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، فامر به النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع، خلاص تقطع يده. فقال صفوان: يا رسول الله، طبعا هنا احنا هيبقى يعادل، كان هذا الرداء كان يعادل ربع دينار، لان احنا عندنا النصاب السرقه لا قطع فيه الا في ايه؟ ربع دينار، ربع دينار، دينار ذهب، خلافا للاحناف اللي قالوا لا 10 دراهم. ماشي، 10 دراهم لا، او قالوا ده ثمن المجن او، لكن لا، حديث اللي كما ذهب اليه الشافعي والراجح تحديد النصاب بربع دينار، ده جاء واضح وصريح. فكل ما اتى مجملا يفسر هذا، كل ما اتى مطلقا يقيده هذا، والحديث واضح وصحيح عند مسلم وغيره، لا قطع في اقل من ربع، من ربع دينار، ربع دينار، واضح. طيب بنقوله، فصفوان قال ايه؟ يا رسول الله لم ارد هذا، انا لم ارد ان تقطع ايه يده، ردائي عليه صدقة، يعني كان سبب في قطع يده في رداء في عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به؟ أنت كنت عفوت إمتى؟ قبل ما تجيني، لكن إذا رفعت الحدود فلا شفاعة، فلا شفاعة، زي ما ذكرنا في قصة إيه المخزومية، لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا بأسامة ليشفع
فالنبي غاضب من هذا وقال أتشفع في حد من إيه؟ من تحافظ الحدود قبل إيه؟ أن ترفع للإمام. إذا رفعت فلا شفاعة خلاص. الكلام ده كان قبل ما تأتيني به تعفو عنه، لكن إذا أتيت به وشروط الحد قد أقبلك استوفيت فلا مناص من إقامة الإيه؟ من إقامة الحد. إقامة الحد إلا في القذف على القول الراجح لكونه ها اقبل قلنا حق ليه؟ حق الحق الغالب في انه حق ليه؟ المقذوف. حق المقذوف قلنا الحق هذا غالب فيه ولا يمنع بقى من تعزيره لامر اخر، لكن الغالب فيه انه حق ان ايه؟ انه حق للايه؟ للادمي. انه حق الادمي. طيب، والقول الثاني في المساله انه لا يشترط مطالبه المسروق منه بماله، وده مذهب المالكية والرواية عند الحنابلة، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو القول الراجح. لا يا جماعة، ظاهر الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، انتبه معي. ولم يأتي حتى الحديث اللي ذكره هنا حديث صفوان ما فيش أكتر من هو لما رفع دي وقعت، مش لا لا ليس فيما يدل على اشتراط مطالبة المسروق منه حتى يقام الحد، ليس في هذا، ليس في هذا، ليس فيه ايه؟ اشتراط هذا، فما فيش اشتراط الايه؟ اشتراط المطالبة، ما يدلش على هذا، غاية ما فيه ان واحد سرق منه بأمسك في سارقه فرفع الأمر للايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، غاية ما فيه هذا، فده مش ما فيش دلالة على الشرطية، ما فيش دلالة على الشرطية يا جماعة، ما فيش دلالة على ايه؟ على كونه يشترط، ولذلك القول الراجح هو القول الثاني، انه لا يشترط المطالبة من الايه؟ من المسروق منه. متى ما ضبط السارق ويعني اخبرك لو سارق بيسرق وامسك وامسك والمسروق اصلا حتى لم ايه؟ يطالب او لم يرفع والبينات قائمه عليه وضبط متلبسا او شهد عليه شهيدا بهذا او غير ذلك فخلاص. ليه؟ لماذا يا اخوه؟ لان حد وليه القول ده الراجح؟ اولا لان انا ما عنديش دليل يشترط الايه؟ ان مطالبه المسروق منه صريح في الاشتراط، واضح الموجود ده اخبارك مجرد واقعه فيها فعل، فدي ايه؟ مش شرط، لا يفيد الشرطيه، يفيد ان فعلا واحد سرق رفع خلاص للامام. طيب الامر الثاني ان حد السرقه شرع حفاظا على المال، حفاظا على ايه؟ على المال، حفظ الاموال، وده ليس حقا للايه؟ للمسروق منه، انما ده حق عموم ان احنا ايه؟ من ضروريات الشريعه انها تحافظ على المال من كلياتها. طيب بناء عليه هيبقى لا يشترط ليه؟ حتى يرتدع الناس وحتى يعلم ان يعلم السارق انه اذا ما ضبط و يعني قامت البينه عليه ستقطع يده فيرتدع، لان العبره من الحدود يا جماعه الردع ابتداء. الحدود شرعت ليه؟ ها؟ للردع، حتى تمتنع الجناية من أصلها، حتى تمتنع الجريمة من أصلها، انتبه. فأنا المقصود من إقامة يعني احنا عندنا قلنا إن الشريعة كما تكلمنا في الحكم من الحدود وغير ذلك، قلنا يا جماعة الشريعة جاءت للحفاظ على الكليات أو الضروريات الخمس، المال والعقل والنفس والدين إلى آخره، ومن أجل هذا شرعت الحدود للحفاظ على هذه الكليات الخمس. فانا المطلوب حمايه الاموال، حمايه الاموال، انتبه معي. طيب، ولان موجب القطع قد ايه؟ ثبت فوجب من غير مطالبه. نعم، خلاص ثبت عليه السرقه، ثبت عليه السرقه، فلا يشترط ايه؟ مطالبه المسروق ايه؟ منه حتى يقام عليه الحد، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح. ماشي يا جماعه؟ طيب، واحنا وقعت صفوان كما ذكرنا، لم هل ثبت ان 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 السرقه ثبتت على سارق صفوان قبل ان يرفع صفوان ثم توقف النبي في اقامه الحد حد طلب صفوان؟ لم يحدث هذا، يبقى مفيش دلاله فيه على الشرطيه، واضح؟ طيب، يقول ولا قطع عام مجاعه غلاء، ان في عام المجاعه. طيب ده ايه؟ ده يا جماعه ده داخل فيه ماشي في الشبهات، في ضرب الحدود بالشبهات، إن عمر رضي الله تعالى عنه لم يقطع عام المجاعة ليه؟ ها؟ لأن كانت في شبهة موجودة في عام الرمادة لم يقطع ليه؟ والبعض يقول لك إن عمر أصلا ما أسقطش الحد. الحد لم يستوفي شروطه.
الحد لم يستوفي شروطه، لم يستوفي شروطه، فبناء على هذا لم يقم الحد. وقد في شبهة، واحنا قايلين من شروط إقامة حد السرقة انتفاء الشبهة، انتفاء فالشبهة موجودة، وهي ان الفقير بيرى ان له حق في مال الغني، في مال الغني ماشي، وان الغني منعه هذا الحق فسيهلك، فهذه الهلكة دفعته الى ان ياخذ ايه او ان يسرق. امر اخر شايف ان هو مضطر للسرقة حتى يدفع الايه الهلكة عن نفسه، واضح الى اخر ما هنالك. فبناء عليه خبالك لوجود هذه، انا عندي في شبهه تمنع من اقامه الحد، فمنع يعني ايه امتنع عمر عن اقامه الحد لهذه الايه الشبهه. انتبه معي. طيب متى بقى ما توفرت الشروط السابقه التي ذكرناها يا اخوانا؟ ماشي، قطعت يد السارق، تقطع يده لين يده اليمنى من مفصل اي كفه، من مفصل كفه. طب عرفنا ده من ايه؟ من السنه. ايوه، الايه بتقول السارق والسارق والسارقه فاقطع ايديهما. طب معي. طيب في قراءه ابن مسعود ماشي، ايمانه ايه خبالك، ايمانهما اليمين، اليمين. واحنا قلنا حتى لو القراءه غير متواتره تعتبر مفسره، وتعتبر ايه، تعامل كاحاديث الاحاد ماشي، ويعمل بها. فبناء عليك حكم، والقول الراجع عند الفقهاء انه في الاحكام يعني لا يحتج بها في القراءه، انما يحتج بها في الاحكام، يحتج بها في الايه، في الاحكام، في الاستدلال بالاحكام. نعم، ان لا يحتج بها كقراءه الا اذا تواترت هذه القراءه. طيب يحتج بها في الاحكام ام لا؟ خلاف، والراجح انه يحتج بها، يحتج بها، لانه لن يقول هذا من رايه، وغايته ان يعامل كحديث احاد ويكون مفسر للمجمل. ماشي يا جماعه. طيب، وده قول ابي بكر وعمر، ولم يعرف لهم مخالف، فصار ايه مخالف، ان تقطع يده اليمنى. طب وتقطع منين؟ من الايه، ها، مفصل الكف، لان هذا هو الذي ثبت واتت به السنه، والسنه تفصل القران، تبين مجمله، زي ما في الصلاه، زي ما في الصلاه عندنا ايه، ها، ال 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 الامر اتى في القران مجمله، عرفنا التفصيل في السنه، زي ما في الزكاه عرفنا التفصيل في السنه، والنصاب والاموال الزكويه من غيرها، والحج ومناء، قول ده انتبهوا معي واخبلك. وده طبعا في ذلك ابلغ رد على الذين يزعمون ان الايه، اننا نستغني بالقران عن السنه، كيف هذا؟ لن يستقيم لنا دين، لن يستقيم لنا دين. الاحكام كل يعني جل ان لم يكن كلها لم تبين الا عن طريق السنه، الا عن طريق السنه، انتبهوا، الا عن طريق الايه؟ السنه. ماشي يا اخوانا. طيب ثم يقول طبعا وتغمس وجوبا في زيت المغلي عشان يتوقف الدم، ده بقى حسب يعني ما توصل اليه الطب الان او كذا، حتى يعني ايه اخبالك، يعني الادويه الحديثه وغيرها ما وصل لها من الاطباء قد يكون في هذا غني عما كان يفعل قديما من وضع في زيت ايه مغلي حتى تسد افواه العروق، وحتى لا يظل ايه الدم يسيل ويشخب فيؤدي الى هلكته، الى هلكته. ماشي. طب يجوز استخدام البنج ام لا في القطع؟ يجوز، يجوز. ماشي يا جماعه، لان ايه ماشي، المقصود هو القطع وليس الايلام، ان يده تبقى مقطوعه بعد كده فقط، الكل يعلم قطع يد، مش المقصود يقبلك الالم الذي، وده اللي قرره العلماء المعاصرون، او ما رجحه العلماء المعاصرون في هذا، ان يجوز ان يعطى له مخدر او اللي هو البنج يعني ماشي، وتقطع يده، اذ المقصود القطع وليس الايه، وليس الإيلام، وليس أن يتألم. ماشي يا إخوانا. طيب لا يجوز إعادة اليد، طالما اتكلمنا بقى في الوضع المعاصر الطبي، لا يجوز أن تعاد يده المقطوعة عن طريق عملية جراحية، مش بعد ما يقطع يده يديله يده ويذهب إلى جراحين ويعمل عملية إيه، لا، لا يجوز هذا. ليه؟ لأنه من حكم القطع ماشي أن يراه الناس، ها، فيرتدعوا عن ارتكاب الإيه، ايوه، فيرتدع عن ارتكاب الجريمه، فيرتدع عن ارتكاب الايه؟ الجريمه. طيب فان عاد مره اخرى للسرقه، ايه اللي يحصل؟ تقطع رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه، ماشي، تقطع ايه؟ كف الايه؟ قدمه الايه؟ اليسرى. انتبهوا معي، يعني ايه تقطع يده؟ اخبارك ايه؟ القدم اليسرى. طب ما قطعناش اليد الثانيه ليه؟ ها؟ لأن زي ما قال سيدنا عمر وهو الراجح، قال إيه؟ إن ربنا شرع قطعه ولم يشرع موته، قال إذا قتلته، قتلته، قال يده
من اليد الأخرى قال قال بأي شيء يأكل الطعام، وبأي شيء يتوضأ للصلاة، وبأي شيء يغتسل من الجنابة، وبأي شيء يقوم على حاجة إلى آخره. فعمر ارتأى إنه تقطع اليسرى، فإن عاد ثالثة يحبس حتى يموت. ولازم وهذه مسألة الخلافية، فهناك من يذهب إلى الإيه؟ إلى القطع. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن لا إله